ده يمكن كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد برج العرب. اكيد هنحاول نتكلم طبعا مع كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، نتكلم بشكل عام على المباراه باذن الله. كابتن يوسف تكونوا موفقين في هذه المباراه، اولى المباريات في دور المجموعات، لكن زي ما قلنا واكدنا اختيار كان جيد جدا من الجهاز الفني استمرارك هنا في الاسكندريه، مزيد من التركيز ومزيد من طبعا يمكن غلق على اللعيبه بشكل كبير. حطينا في الاجواء كابتن يوسف قبل هذه المباراه. هو ما هاخد من كلامك طبعا ان مزيد من التركيز وايضا مزيد من الراحه، لان انت بتلعب باربعه وبعدين لعبت 8 وهنلعب 12، فبالتالي انت بتتكلم في 3 ايام فرق، استشفاء كويسه جدا للعيبه، وايضا تركيز ان احنا نركز بشكل قوي جدا على المباراه. درسنا فريق فيتا كلوب بشكل كويس جدا، كلنا تصميم واصرار ان احنا نعمل بدايه قويه جدا في دوري المجموعات تختلف عن البطوله اللي فاتت. يمكن البطوله اللي فاتت اول مباراتين مع الترجي وكمبالا كان في نقطه واحده بس، وبعد كده قدرنا ان احنا نلحق التأهل. درسنا فرقة فيتا كلوب بشكل كويس جدا، اللعيبة عندها كل مفاتيح اللعب بالنسبة لهم، نقطة ضعف بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت كمان كلنا إصرار وتصميم إن احنا نبقى يعني الثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبة لنا، بنلعب على ملعبنا وبعد كده هنخرج لبطل الجزائر، فمهمة جدا. كمان عايزين نكلم كابتن يوسف على سوء التوفيق اللي بيقابل لعيبه النادي الاهلي، عندنا اصابات كتيره جدا واخرها طبعا يمكن حاله حزن كبيره جدا للجمهور محمد محمود، كنا بنتمنى له طبعا كل التوفيق، لكن الدعم مطلوب خلال الفتره اللي جايه، وعايزين نطمن عليه بالتحديد هيسافر امتى، الامور بالنسبه له يا كابتن يوسف؟ يعني طبعا احنا في اجراءات دلوقتي اللي هو العلاجيه بتاعته، ان احنا بنرتب له عشان يعمل العمليه، لكن احنا ده قدر ووارد جدا في كره القدم، وحصلت قبل كده معانا يمكن من حوالي 11 12 سنه تقريبا، تتكلم في اكوتي مانسا يمكن ظروف مشابهه ليه، لكن انا بقول ان احنا يعني لابد ان نتعامل مع واقع كره القدم. واقع كره القدم فيه كل حاجه، فيه اصابات وفي اوقات بتبقى كسبان 2-0 ويخش فيك، اوقات بتبقى انت متعادل او خسران وبترجع للمباراه في وقت سيء. بص يعني كره القدم فيها كل الاحداث، وفيها الاحداث الحزينه وفيها الاحداث السعيده، فطبعا احنا متضايقين جدا، لكن احنا امام واقع لازم نعيشه، وفي نفس الوقت كمان كلنا اصرار وتصميم مع اللعيبه الموجوده، احنا ان شاء الله نعوض الغيابات دي. عندنا غيابات اخرى في مصر، فتحي، سعد، نجيب، ازارو، يعني عندك لعيبه مجموعه، صلاح محسن، عاشور، احمد الشيخ، يعني عندك مجموعه كبيره جدا، لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا ما نتاثرش، ونتمنى ان احنا نكمل في مشوارنا ان شاء الله. دور الجمهور مطلوب جدا، يمكن خلاص المعلومات عرفنا ان شاء الله باذن الله يكون من 9000 10000 يكونوا متواجدين. يا كابتن يوسف بتشوف الدعم والتكاتف ازاي مع جمهور النادي؟ حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وجمهور النادي الاهلي زي ما بقول دايما جمهوره حماه، فلازم نبقى احنا متواجدين والجمهور يبقى بنفرحه على طول، وان شاء الله اللي جاي يبقى ازيد كمان ان شاء الله. انا كابتن يوسف انا عارف ان في المباراه هيكون وقت المباراه بتاعت شبيبة اللي هيكون المباراه الثانيه، انا عارف التركيز في المباراه دي، لكن هل هيكون في تحضير للمباراه دي سريعا يا كابتن يوسف؟ لا لا، كل تركيزنا حاليا في مباراه فيتا كلوب، وبعد كده نبدا ننقل على المرحله اللي بعدها ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، زي طبعا ما اكدنا وقلنا يمكن الظروف هنا ان شاء الله كلها تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. اختتم بالفعل النادي الاهلي تدريبه الاخير على استاد برج العرب بحضور جميع اللاعبين، حسين الشحات متواجد، ياسر ابراهيم متواجد، رمضان صبحي متواجد، اللي بالفعل يتأيدوا في القائمه الافريقيه باذن الله يكون ليهم دور في التشكيل. دور الجمهور مطلوب من ساند، بندعم وبنساند جمهور النادي الاهلي، ومطلوب من جمهور النادي الاهلي ان هو يساند فريق النادي الاهلي باذن الله. استاد برج العرب